أنا اسمي عماد مجاهد، من المهتمين بعلم الفلك من حوالي 30 عام. بديت موظف بالأرصاد الجوية بسنة 95. في 1/9/2011 تم انتدابي لدائرة قاضي القضاء. الآن أنا بشتغل في دائرة قاضي القضاء مقرر للجنة المواقيت والأهلة. أنا اهتميت بعلم الفلك لما كنت بالصف السادس الابتدائي، لما كنت في المكتبة قرأت كتاب بتحدث عن كيف جاليليو جاليلي هذا الإيطالي كان أول من صنع تلسكوب ووجهه للسماء وشاف فيه جبال القمر والكواكب والنجوم، فأنا صرت أحب أقلده، يعني حبيت أن يكون عندي تلسكوب وأعمل مثل جاليليو، يكون عندي تلسكوب وأشوف الكواكب وأشوف القمر وأشوف النجوم. وبالفعل بدأت أعشق السماء وأعشق النجوم، وصرت أسهر على السطوح كل يوم بالليل وأدور على البروج، أدور على أسماء النجوم، وعملت تلسكوب صغير من العدسات اللي شريتها من المكتبة، ومن خلال العدسات تمكنت أني أشوف جبال القمر. لكن هذا الحكي قديم، والتلسكوب صحيح أنه يعني اختفى وذاب، يعني بطل الوجود. طبعاً أنا الحمد لله حتى الآن في إلي 12 كتاب في علم الفلك. أول كتاب اللي عملته اللي هو دليل المسلم الفلكي في رصد هلال رمضان وشوال حتى عام 2050 ميلادي، بيعطينا مواعيد ولاية الهلال والشهور القمرية وبداية الشهور من بالساعة وبالدقيقة وبالثانية حتى عام 2050. الكتاب صدر بسنة 1994. طبعاً بعدين عملت مؤلفات أخرى اللي هي الموسوعة الفلكية الحديثة حوالي 400 صفحة بيحكي عن الفلك بشكل عام، وأيضا ألفت كتاب اللي هو التنجيم بين العلم والدين والخرافة. الآن العلم الحديث إنه بيحكي إنه بالفعل في هناك تأثير للقمر على الإنسان، يعني مثلاً ممكن يأثر على المواليد، ممكن يأثر على موعد الحمل عند المرأة، ممكن يعمل عصبية وحالة عصبية وحالة توتر عند الإنسان في أوقات محددة. بعض الأطباء ما بيعملوا عمليات جراحية للإنسان عندما يكون القمر في طول البدر، لأنه هذا بيعمل نزيف أو بيساعد على حدوث النزيف أثناء العمليات الجراحية. بالنسبة لتأثير الشمس، تأثير الشمس ممكن يكون يعني يعمل جلطات دموية لا قدر الله عند الناس، ممكن يعمل سرطان في الجلد أو عمى في البصر. لكن بالنسبة للنجوم والكواكب السيارة حقيقة حتى الآن لم يثبت أنه لها علاقة بحياة الناس على الإطلاق، لا من بعيد ولا من قريب، لسبب بعدها الشديد عنها. للأسف اللي بيهتم بعلم الفلك يدفع أموال كثيرة ولا يجد أي مقابل، وحقيقة هاي هي المشكلة الرئيسية اللي عانيت منها. تصوروا بعد 30 عام من اهتمامي بعلم الفلك تمكنت بدعم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وأيضا مركز الملك عبد الله الثاني للتطوير والتصميم كادبي، في أنهم يساعدوني بتلسكوب متطور وحديث جدا، وهذا التلسكوب تم ترشيحه لأنه يكون عضو في مراصد الاتحاد الفلكي الدولي. للأسف بشهر 10 انكسر التلسكوب، وقع مني أثناء نصبه وانكسرت العدسة الرئيسية فيه، وهو الآن لا يعمل، رغم أنه هذا التلسكوب ثروة للأردن إلا أنه لا يعمل. ويعني مشكلتي الآن أنه أتمنى أن أجد الجهة التي تساعدني في تصليح هذا التلسكوب. قبل أسابيع قليلة كانت تظهر كوكب الزهرة في السماء الغربية بعمان، كانت طبعاً لامعة جداً ومميزة جداً، يعني أي شخص بيطلع على السماء الغربية بعد الغروب
واول ما بتعتم الدنيا بلاحظ نجمه لامعه جدا جدا. هذه النجمه خلت الناس تتصل معنا وتحكي معنا وتحكي معي وتسالني في طبق طائر يا استاذ موجود في فوق عمان جهه الغرب، وهذا الطبق الطائر هيو ثابت وعم بضوي وعم بيتحرك، لانه بتعرفوا بعد ساعه ساعتين بتغيب ما بتضل نفس النقطه، فكان يظنوا انه طبق طائر عم بيمشي. فكل الناس تحكي معنا وتحكي لنا عن طبق طائر، لكن كنت اكد لهم انه هذا مش طبق طائر، هذا كوكب الزهره. وحقيقه هاي القصه حدثت مع الرئيس الامريكي جيمي كارتر لما كان بالرئاسه الامريكيه، انه كان مره سهران بحفل عشاء فاطلع على السماء الغربيه شاف نجمه لامعه كثير فظن انها طبق طائر، فطلب من سلاح الجو الامريكي انه يطلع ويلحق هذا الطبق الطائر ويحاول يسقطه، لانه يبدو انه روسيا عم تتجسس عليه من خلال هيك ظن. فلحقت الطائرات سلاح الجو الامريكي وطالت وراء هاي النجمه او هذا الطبق الطائر، لكن تبين فيما بعد انه هذا مش طبق طائر، هذا كوكب الزهره، وكانت من احدى الطرائف اللي صارت مع الرئيس الامريكي جيمي كارتر وصارت عندنا في عمان كمان.